انا اسمي دكتور احمد علي العمراجي، انا مدرس امراض القلب في كليه الطب قصر العين. مؤتمر كبير وحلو جدا وفي سبيكرز جامدين جدا وبروجرام قوي. بما اننا في اول يوم لسه في المؤتمر، ممكن حضرتك تقول لنا متوقع تشوف ايه في المؤتمر؟ انا نفسي اشوف انتراكتيف سيشنز كتيره، حاجات كومبيتيشنز للشباب الاطباء عشان ننكرج دم، يعني ان هم يقروا اكتر ويتفاعلوا اكتر مع الناس ويستفيدوا اكتر من الناس اكبر. ونفسي اشوف لايف سيشنز، لايف كيسز يعني كتيره، عشان واحد يقدر يشوف حالات فرايتي كبيره من الحالات يعني. طيب كلام جميل، ان شاء الله حضرتك تشوف كل ده يا رب. ان شاء الله حضرتك تكلمنا عن السيشن اللي حضرتك. انا السيشن بتاعتي اللي لسه خلصانه دلوقتي كانت تريننج سيشن، هي يعني تايتل يعني ماي بيست كيس. دي مهمه يعني، بنقدم حالات صعبه وكومبلكس، والهدف منها ان الناس تتعلم تيبس اند تريكس في القسطره وتستفيد من خبرات الناس اللي سبقوهم يعني. فانا حالتي مثلا كانت حاله عباره عن عيان عامل باي باس سيرجري قبل كده من 6 سنين وجايب جلطه في القلب، والشرايين بتاعته كانت فيها مشاكل كبيره جدا، والحمد لله مشي كويس وكان فيها شويه تيبس تريكس كده، فالحمد لله عرفت اقدمها واتمنى الناس تكون استفادت منها. طيب ده كلام جميل جدا، ميرسي جدا يا دكتور. ميرسي جدا ليكي.